لو انت رايح الحلاق وانت كبير كده ورجع يعاملك معاملة الأطفال تاني. ده اللي هيحصل النهاردة مع حلاق المهزراتية. انت رايح ورزقك وحظك وحش قوي. تعالوا نشوف النهاردة هيحصل ايه في الضحية. ازيك يا لغوة؟ طبعا تفضل. مين أزهون؟ لا يعني تعرفت شب كده ولا شب ايه؟ مسيبي بس كده. كنت محتاج عربية أكبر فعلا. طب خلاص ايه؟ خلاص تخليش تحت أمرك يا فندم. يا لهوي يا جماعة، ده ما حلقش من 2009. خلاص يا وقت خلاص. يلا يلا حبيبي. يلا حبيبي. حلو عجبك؟ قول لنا عايز تعمل ايه؟ عايز نفسك في ايه؟ عايز اخفف شعر شوية. ايه؟ عايز اخفف شعر شوية. جايب لك الحتة دي؟ ماشي. طب هات لي المقص. حاضر. اجيب المقص. اللي بيسمع كلمة اهله وشو بنقله. شاطر. يلا. ريح خلص كده. يلا يا هاشم. يلا. مالك انت كويس؟ هات لي بخاخة المية. عشان بيحبوها. هنجيب البخاخة. الله عليك يا دراضي على مسكة المقص. حلق قديم. يلا روق كده خالص ومفيش حاجه هت بس انت قول لي عايز تعمل ايه يا حبيبي. انت في حاجه في دماغك؟ السمع؟ لا هو ادرك يعني؟ انت في حاجه في دماغك؟ لا طيب. لا خالص يا بطاطس مفيش حاجه. يا جوجو يا جوجو يلا يعني تعملوا كده ليه؟ المهزراتية فرفشك كده بجد عشان تبقى مبسوط. هو الرجال اللي هناك ده هيشتغل امتى؟ ايه؟ الرجال اللي هناك ما اعرفش، انت عارف يعني مش ليه؟ ما بحبش اسال على الحاجات. الصناعيين هناك كلهم اجازه؟ كله اجازه النهارده. ربنا يستر. احنا النهارده شغالين الامامير دول. دوكا كده لولو دوكا انجز بس عشان عندي مشوار. خفف شويه. اللون اللي بتحبه اهو. غمض عينيك يا دودو. غمض عينيك يا حبيبي. يادي. راضي بيلعب بنخته يا جماعه، بنخته. يادي. هو انت هتسيبها كده؟ لا ما تخافش يا باشا. خلاص وحشه خلاص هنرميها خلاص امشي. بس وحشة. دي اضربها. خلاص ما تجيش تاني. كخة. أيوة كخة. ما تجيش تاني خلاص. ما تجيش كخة. يلا داير ما يدور كده يا هاشم. يلا اهو. يلا. انت مجوز. عايزين بس معلش راسك لورا كده وغمض عينك. ماشي. عشان بس نشوف الدق. هنا وهنا كده عند الدق. يلا. بزبوزة. يا عم انت عبيط. ليه كده؟ بص احنا دي عشان بس يا غدودي يا اختي عشان تتسلى بس كده عشان تتسلى من تحت. يلا يا هشام. يلا خلاص يا بطاطس هم كلها. عسل دقايق. يلا حط لك ميه اكتر. طب خد دي حلو عشان تكسر الملل بس. ملل ايه يا عم؟ انا عايز احلى يا عم. انت شايفني